السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الفطائر كيجيو زوينين. يلا وتشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير ديالهم. مرحبا بكم والف مرحبا في قناه يوميتكم شيماء، اللي هي القناه ديالكم. وشكرا لكم بزاف 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 من القلب. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الفطائر كيجيو زوينين كيجيو ساهلين. عندي هنا تقريبا واحد 600 غرام ديال الدقيق، عندي هنا كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب دافي، وعندي هنا تقريبا واحد 8 غرام ديال الملحه، عندي هنا 20 غرام ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غنديروا غادي نعجنوا هذه العجينه هي الاولى. نديرو الماء، كاس ديال الماء دافي، ونديرو كاس ديال الحليب دافي حتى هو، وغنديرو ديك السنيدة 20 غرام، وغنديرو هنايا الخميرة معلقة كبيرة، ونخلطو. يبقى إذا مست آيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله. شوية بشوية شوية بشوية، ونحرك معلقة ديال الخشب. نوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون 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 سيدنا النبي. راه الحليب ما كفانيش داك الكميه ديال الحليب وديال الماء، زدت واحد نص كاس. المهم نتوما تجمع لكم العجينه ديالكم، يعني ناقصكم الحليب زيدوا حليب دافي ولا الماء دافي. دابا هنايا غادي ندير واحد المعلقه ديال زيت العود، غندخلها في هاد العجينه هادي. نحاول ندخل عليها ديك المعلقه ديال زيت العود هنايا لهاد العجينه هادي، راه كتجي زوينه وكتجي رطبه. غنديرها دابا تخمر ليا ونغطي عليها ان شاء الله، ونرجعوا باش ندير معكم ان شاء الله الحشوه ديالها. بالنسبه للحشوه اللي غنحتاج في هاد الفطائر، عندي هنا شويه ديال الفرماج موتزاريلا، شويه ديال المعدنوس، واحد تقريبا جوج مطيشات صغار مقطعين، هنا واحد البصله كبيره مشلضه، هنا تقريبا واحد جوج فلفلات حلوين صغار، وجوج هذا وجوج صغار حمرين. وبالنسبه للتوابل عندي هنا شويه ديال الزعفران مدي، وشويه ديال الابزار، هنايا سكينجبير ما غناخذش هذه الكميه كلها، غندير منه غير شويه، وشويه ديال التحميره. هنايا عندي 500 غرام ديال الصدور ديال الدجاج، غادي نقطعهم قطع تكون صغيره بهذه الطريقه هذه. كاملين هما لا موجودين. دابا ان شاء الله غنبدا باش نشحر هاد الحشوه هادي كلها. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون
وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Available now on iTunes. مست ايادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله رعيت هنا زدت واحد شويه ديال الزيت ونقطع وغنقص ليها والعجينه ديالي راه خمرات غنقطعها وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ها هما الفطائر ديالنا راه كيجيو زوين صدقوني غير جربوهم وعلى حسابي ان شاء الله غادي يعجبكم واللي جربتهم تكتب لي في الكومونتير كيفاش جاوها كيجيو رائعين وتقريبا خرجوا لي واحد 30 قطعه تقريبا هما الاخرين هما اللي كاينين في الفرن باقي كيطيبوا يعني تبارك الله كيخرجوا واحد الكميه اللي هي كبيره كثيره دابا غنقطع لكم شوف هذا شوف كيفاش كيجيو من الداخل كيجيو من الداخل كيجيو طبيين صدقوني كيجيو طبيين بزاف غير جربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم والسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله وغنقطع لكم منهم واحد شويه باش نشوف كيفاش كيجيو من الداخل كيجيو طبيين وكيجيو زوينين صدقوني انا براسي عجبوني عجبوني بزاف بزاف حاجه كتعجبني راه كنشاركها معكم وجميل.